نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين أيها المسلمون أن هذا العمل الذي نقوم به متمثلاً في وقاية الناس والأطفال من المرض المزمن هو مندرج تحت الأعمال الخيرية الذي تحس عليها ديننا وتحرزنا عليها فكم هو جميل أن تدخل السرور على قلوب الآخرين إذا احتاجوا لمساعدة وتكفيك دعوة صادقة من شخص محتاج يسعدك الله بها وكما في الحديث وخير الناس أنفعهم للناس عندما تساعد إنسانا على قضاء حاجته فإنه يشعر بالأخوة والمحبة فيما بينكم وقد قال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه سعادة لا تضاهيها سعادة عندما نكون سببا في إسعاد الآخرين" قبل أربعة أعوام تم تشكيل الفريق الاستشاري الإسلامي في باكستان من نخبة من العلماء الكرام الذين لهم سمعة حسنة في المجتمع الباكستاني بدأ هؤلاء العلماء عملهم لحشد تأييد الناس في ظل شبهات وشكوك مسارة حول اللقاء وعملية التطعيم لكنهم لم يألوا جهدا ولم يتركوا فرصه الا واقنعوا الناس عن اللقاح والتطعيم وبفضل جهودهم المضنيه جاءت النتيجه كما ترون ان حالات اصابه فيروس شلل الاطفال انخفض بشكل حاد مقارنه بالاعوام السابقه قبل تشكيل الفريق فالشكر موصول لكل من ساهم وأعان وتعاونا وتعاضد في ذلك فأيها المسلمون واجب علينا تطعيم لشلل الأطفال هذا واجب الشرع علينا وعلى جميع المؤمنين لا سيما على الآباء والأمهات جزاكم الله خير الجزاء